موجة من الغضب الواسع ملأت شوارع تونس بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد بالرصاص في أول حادث من هذا النوع منذ الثورة. وفور وقوع عملية الاغتيال خرجت تظاهرات غاضبة وهجمات على مقار حزب النهضة الإسلامية الحاكم في البلاد بالتزامن مع اتهام شقيق المعارض بلعيد زعيم حركة النهضة الإسلامية الحاكم راشد الغنوشي بالوقوف وراء قتله. غضب المعارضة التونسية الذي ملأ الشارع سرعان ما تحول متاريس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط تونس، ومنع المتظاهرون الشرطة من التقدم وهاجموها بالحجارة قبل أن تصل تعزيزات أمنية وتفرقهم باستعمال مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع. المتظاهرون أغلقوا الطريق أمام سيارات الأمن بحواجز حديدية وبقطع كبيرة من الحجارة وبصناديق القمامة المشتعلة. كما دعت 4 أحزاب تونسية معارضة إلى إضراب عام في تونس الخميس وإلى تعليق عضوية الأحزاب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور الجمهورية الثانية في تونس. الرئيس التونسي المنصف المرزوقي كان في هذا الوقت يلقي خطابا مؤثرا أمام البرلمان الأوروبي دافع فيه عن قيم الديمقراطية في بلاده بعيد اغتيال المعارض التونسي. ولم يتمكن بعض النواب الأوروبيين من حبس دموعهم تأثرا بكلمة هذا المناضل القديم بوجه الدكتاتورية في بلاده.